السلام عليكم، أنا محمد غنايم. يا أخي، أنا لا أحب الخير لغيري، كلما وجدت شخصا أفضل مني أكرهه وأكره الخير له. هل يوجد خلل ما في شخصيتي؟ يسألني أحدكم. تمام، أتفهمك، ولكن دعني أخبرك بهذا السر الصغير. من الأمور الجيدة في مهنة الطب أنك دائما ترى الابتلاء في عيون مرضاك، فتشعر بالحزن على حالهم وتشعر بنوع من حب الخير لهم حتى لو كانوا أفضل منك في حياتهم قبل المرض. لذلك أنصحك أن تصبح طبيبا، حينها ستحب الخير لغيرك إجباريا. أو لا تصبح طبيبا وانظر معي للأمر من زاوية مختلفة. يعني من منا لم يمر في ذلك الموقف، شخص جالسته وشعرت أنه أفضل منك، ربما هو أغنى، ربما هو أذكى، ربما هو أوسم منك، فكرهته وكرهت الخير له. لا، والأدهى أنك عاتبت نفسك بنقصك عنه، قلت يا رب لماذا أنا لست ذكيا وسيما غنيا مثله مثلا. فساد الكره بيننا ولم نعد كالجسد الواحد. والأمر أنك نزلت من منزلة الإيمان. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعني من منا لا يحب الخير لنفسه؟ تخيل أنه يجب عليك أن تحبه لغيرك كما نفسك. ولكن ماذا لو أعدنا المشهد مجددا؟ شخص جالسته وشعرت أنه أفضل منك، ربما هو أذكى، ربما هو أغنى، ربما هو أوسم منك، فابتسمت وقلت في نفسك: بارك الله له والحمد لله رب العالمين. حينها شعرت بسعادة غامرة ورضا عميق في نفسك، شعرت بالحب لغيرك فأصبحت مؤمنا. لذلك أخي الحبيب، أختي الفاضلة، إياك أن تكره الخير لغيرك، وأبدا لا تقارن نفسك بالآخرين إطلاقا، لأنك بذلك تنقص من نفسك أولا وتفتح بابا للشيطان لكرههم. وإذا رأيت شخصا أفضل منك تذكر كلماتي وابتسم وقل: بارك الله له والحمد لله رب العالمين، ودمتم في أمان الله. وأمر أخير أحبتي في الله، أريد أن نقوم بتشغيل زر الإشعارات وتفعيله ليصلك كل جديد، وأريد أن نطبق محتوى هذا الفيديو في حياتنا، وأريد أن تخبروني أيضا بشعوركم بعد تطبيقه. والآن دمتم في أمان الله.